ترتبط مصر بالقارة الإفريقية بروابط تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثيقة، ومن هذا المنطلق تهتم مصر بدعم أواصر علاقات التعاون مع الدول والتكتلات الإفريقية، نظرا للأهمية البالغة التي تحتلها القارة، وبما يضمن التوسع التجاري وزيادة فرص الاستثمار. ومن ثم تتجه مصر إلى القارة الإفريقية وبالأخص إلى الدول أعضاء اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي. بحكم الجغرافية السياسية والأمن المائي، فإن مصر لديها مصلحة وطنية في توطيد علاقتها مع دول حوض النيل والمشاركة بفعالية في كافة التجمعات الإقليمية لمنع تأثير حالة الحروب الأهلية وانعدام الأمن على الأمن القومي المصري، هذا فضلا عن مصالح مصر الاقتصادية التي ترتبط بتوفير فرص عمل واستثمارات في دول القارة. نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل لقاءنا 10 الصبح، وزي ما قلنا قبل ما نطلع للفاصل هنتكلم على مؤتمر افريقيا في القلب، وده مؤتمر كان مقام في الفترة من 6 ل 9 ديسمبر، وكان بينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. وبيسعدني ان احنا نلتقي دلوقتي مع الدكتور عاصم نجاتي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. صباح الخير واهلا بحضرتك معانا. معانا كمان دابورا اسيموي، وهي مشاركه كانت في المؤتمر وهي من يوغندا وهي كاتبه مسرحيه. هلو دابورا، هاو ار يو؟ I'm fine, thank you. Thank you. Let's first of all say hi to Deborah, and just want to ask you, is this your first time here in Egypt or what? It is my first time in Egypt. Mm-hmm. I arrived 2 days ago. Okay. And I will be leaving tomorrow. Oh, you're staying for 3 days. Yes, but that's not for Egypt. I know, that's true. You're staying 3 weeks. 3 weeks. Oh, forever. Well, did you have the time to go to see the pyramids, Rugada, Sharm El-Sheikh, Luxor, Aswan? Did you go anywhere? I only went to see the pyramids yesterday, which was an amazing experience because these are the things that we learn in history. So for me to be able to see them physically, it was really great. And I'm still marveling at the technology and the wisdom. Did I took lots of pictures. Wow, you put it on Facebook? Absolutely. Wow. That's great. Yes. Let's translate that really quick. Deborah يعني جت بقى من يومين وهتقعد يوم كمان، يعني بس 3 أيام قاعدة في مصر. زارت حاتم طبعا، سألها زارت أماكن وكده، قالت له راحت بس الأهرامات وانبهرت جدا لأن هم بيدرسوا الحضارة المصرية، وهي عندها وجهة نظر إن الأهرامات مش بس تكنيك جميل لكن كمان في حكمة. الحكمة دي هنعرفها بس بعد ما نسأل على المؤتمر. تمام. دكتور عاصم، خلينا نرجع كده نتكلم عن المؤتمر وعدد الدول المشاركة والفعاليات، أهم الفعاليات اللي حصلت. المؤتمر ده يعني احنا فكرت من متولية مهمة إدارة المركز ورئاسته في أغسطس اللي فات، فأنا طلبت من معالي وزير الثقافة إن احنا المركز يبقى له دور إقليمي بحثي ودولي كمان، فهو وافق على الفور. فبدأنا الإعداد للمؤتمر في وقت قصير بفريق عمل متميز جدا جدا جدا، قدرنا إن احنا نضع محاور وإن احنا ندعو دول من شمال وشرق وغرب وجنوب أفريقيا. المؤتمر كان محاوره خاصة بالمسرح والفنون الأدائية والثقافة، تأثير الثقافة المصرية في الثقافة الإفريقية والتجمعات الإفريقية، وإزاي مصر ثقافيا وفنيا، لأن انتوا عارفين احنا خلاص احنا في سحابة صيف كده بتمر وأزمة خاصة بأثيوبيا وصد النهضة. ففكرت إن الحل السياسي ما هوش كافي، الحل الاقتصادي. وطبعا الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي أول متولي حكم هو ذهب بنفسه للاتحاد الإفريقي وقال إن احنا بالدبلوماسية نحل كل شيء، فليه احنا ثقافيا وفنيا نتعرف على الإخوة الأفارقة وندعوهم منهم فيجرز القوى الناعمة، هو ده المطلوب، القوى الناعمة. بالظبط كده. فاحنا يعني عندنا جبنا من اوغند، جبنا ديبورا اسيموي،
جبنا فيني يوسف حسين، ده من نيجيريا، ده احد كبار الكتاب النيجيريين في المسرح، وكان احد المرشحين لجائزه نوبل للادب 2015. جبنا من اثيوبيا سرافيل اندام، وهو استاذ في جامعه نيويورك، وهو اثيوبي الجنسيه، جه من نيويورك على هنا على طول. عندنا من شمال السودان السفير علي مهدي رئيس منظمه المسرح الدوليه الاي تي اي والمخرج الكبير. من جنوب السودان كان عندنا جاستن بيلي، ده برضو احد الكتاب المسرحيين والمثقفين المسرحيين في جنوب السودان. عندنا كمان من شمال افريقيا كان موجود استاذ عز الدين جنون المخرج التونسي الكبير، ومن المغرب رشيد محجور. يعني تنوعنا ما بين شرق افريقيا، في بريد بيلي بس هو للاسف الشديد كان موجود جاي، هو اللي قال رساله المسرح العالمي 2014، بس للاسف ظروف الطيران حاله ان هو يكون موجود ما كانش موجود. عظيم. Deborah, I would like to ask you about your writings. I assume you're one of the most prominent writers in Uganda. But tell us more about your writings and your plays. Thank you. I'm not sure if I'm one of the most prominent ones. You will be. But I do write plays. And my plays are mainly socio-political. I basically talk about the social issues and political issues that are facing my own country in particular, but also mainly sub-Saharan Africa in general. My writing uses a lot of folklore, which is informed by my culture, obviously. In my childhood, I grew up with a grandmother who was a storyteller, and so her stories really influenced my writing a lot. I use lots of song and movement and, you know, poetry that is from within my culture. I have written for stage. I also write for screen once in a while, and I've written for radio as well. So that's like the scope of my work. That's great. انا سالت جابر على نوعيه يعني قلت لها يعني ان هي واحده من اهم الكتاب في بلدها، قالت انا يعني مش واحده من اهمهم بس انا بشتغل، فان شاء الله تكون في يوم من الايام واحده من اهم الكتاب. سالتها على نوعيه الكتابات اللي هي بتقدمها او اعمالها اللي هي بتقدمها، قالت ان هي بتكتب مسرحيات ومعظمها بيكون سياسي. بتتكلم على الاوضاع في بلدها، بتستخدم الفولكلور اللي موجود في بلدها في هذه الكتابات، تستخدم الاغاني في بعض الاحيان. هي كبرت مع جدتها فتأثرت جدا بالحكاوي والحواديت اللي جدتها كانت بتقولها لها، ده كمان بيدخل ضمن عناصر الكتابه اللي هي بتقدمها للمجتمع اليوغندي. كتبت للراديو وكتبت للمسرح وكمان كتبت فور سينماتي. I write for short films. دكتور عاصم، يعني خلينا برضه نتكلم عن اهم القضايا اللي ناقشها المؤتمر، واهم التوصيات ايه بقى اللي اتقال بقى في الاخر؟ اهم التوصيات اللي قلناها يعني زي ما قلت لحضرتك، المحاور القضايا الاساسيه هي المسرح الافريقي والتعرف عليه والتعرف على الفنون الادائيه في افريقيا. يعني احنا عندنا يعني نقص شديد جدا جدا في مصر عن المسرح الافريقي، يمكن بس جاست الدارسين بس المهتمين بالشان الافريقي في المسرح هم اللي عارفين، لكن احنا ما شفناش فيلم افريقي خالص الا يعني حتى في مهرجان السينما كان نادرا مثلا ان بيجي لنا فيلم افريقي. ما شفناش عرض مسرحي افريقي مثلا بيعرض زي العروض اللي بتجي لنا مثلا من الاخوه في الدول العربيه او من شمال افريقيا او لكن جنوب افريقيا غرب افريقيا شرق، ما شفناش اي حاجه. فده كان مهم جدا ان احنا نعمل التواصل ده بيننا وبينهم، نتعرف على ثقافتهم ونعرفهم ثقافتنا طبعا. لان الفنون الادائيه بدات الموسيقيه وبدات بالفن الشعبي في افريقيا، يعني زي ما المقوله بتقول ان كل منا في العالم كله في افريقي تحت جلده، لان الحضاره بدات من هنا. وبالتالي احنا وصلنا لتوصيات، اهم هذه التوصيات واللي تم تسليمها لمعالي وزير الثقافه لتعميمها يعني ونشرها، ان يكون هذا المؤتمر مؤتمر دائم سنوي. هو المؤتمر الاول ده هو ضمن مؤتمر القاهره الثقافي الفني الدولي، ده مؤتمر احنا بننظمه، فبداناه اول دوره دي كانت كده، فقلنا ان احنا هنعمل كل 6 شهور مؤتمر بتايتل مختلف بتوبكس مختلف. فقلنا ان احنا بما ان عام 2014 ده عام اليونسكو عامله عام افريقيا، ايوه، فعملنا المؤتمر ده لافريقيا بالحيثيات اللي انا قلتها قبل كده. المؤتمر اللي جاي هيبقى في جون هيبقى عن السنسورشيب، عن الرقابه. ولكن توصيات المؤتمر بقى اللي خرج بيها لجان المؤتمر ان يكون مؤتمر خاص بافريقيا ينظمه المركز سنويا، بالاضافه الى المؤتمر اللي هو كل 6 شهور، وانه كل ما حدث وكل الفعاليات هترفع الى اليونسكو وترفع الى البوكوفا الاتحاد الافريقي،
لتفعيل دور الثقافة والفنون داخل إفريقيا، وأن يتم تبادل ثقافي دائم ما بين مصر وبين جميع دول أفريقيا غربا وشرقا وشمالا. ده مهم جدا، لأنه هو ده اللي هيعني يجيب الجليد زي ما بيقولوا ما بين الشعوب بعضها وبعض. بالظبط، مش سياسة بس، يعني دائما لازم يكون في القوى الناعمة وفي المواطن يتحرك. الثقافة في كل شيء، الشعوب نفسها الثقافة في السياسة والثقافة في الاقتصاد والثقافة في التعليم، الثقافة في كل شيء. وبالتالي احنا محتاجين الثقافة بتاعتنا تنتشر، يعني مش بس داخليا. يعني احنا عندنا في عاملين في وزارة الثقافة دكتور جابر عصفور متبني مشروع المنظومة الثقافية للدولة. المنظومة الثقافية للدولة دي ان احنا عاملين مذكرات تفاهم مع جميع وزارات الدولة، مع وزارة الأوقاف، مع وزارة الاقتصاد، مع وزارة التنمية المحلية، تعليم، تعليم عالي، تمام، كل حاجة. لأن احنا عايزين يعني فعلا ننشئ دولة ثقافية دستورية ديمقراطية مدنية حديثة. Debbie, I would like to ask you about you said at the beginning that the wisdom that you see in the Egyptian culture or maybe Egyptian history. What do you see in common between us Africans? We all belong to the African continent. Right. What do you see that's common between us all? Wow, there are lots of things that connect us. First of all, I want to say that it's been such a pleasure for me to be here, because it's not always easy for all of us Africans to be able to connect. It's like we were separated in these small clusters, Sub-Saharan Africa, North Africa, Southern Africa, and the movement has not been that easy and good. Mm-hmm. And I think this is a generation for us to really cement the fact that we are all Africans. And so, for example, the things that I have found very similar to, for example, where I come from and Egypt is hospitality. Mm. Yeah. Egyptian people are very, very hospitable. And like I was saying, I would love to come back here and experience Egyptian society deeply than just being here for a few days and going back. Mm-hmm. So where I come from, people are very welcoming and very hospitable, and that is something that I found here. The other thing is the desire, at least from the conference that we have had, the desire that is so palpable that I felt from the Egyptian people of wanting to connect with the rest of Africa, and the understanding that actually despite the language differences and maybe sometimes the skin color difference, that we are one people. Yeah. And also the other thing I think that might be an image, but a strong image, is the Nile that connects all of us. Sure. We drink from the same water, and that makes us one people. That's true. We live under the same sun. Yes, yes, yes. That's true. أنا سألت دابرا قلت لها يعني في الأول اتكلمت عن الحكمة. فقلت لها يعني انت بتكوني شايفه في حكمه في الحضاره المصريه، وسالتها ايه اللي بيجمع ما بيننا كشعوب افريقيه، يعني انت من خلال تواجدك شفتي ايه بيجمع ما بيننا وما بين ما بيننا كلنا كقاره واحده، احنا كلنا بننتمي لقاره واحده. فبصراحه قالت ان هي لما جت هنا في مصر اتبسطت قوي وسعيده قوي انها جات لها الفرصه انها تسيب الناس، وانه في بعض الاحيان في عوائق انه يبقى في تواصل ما بين الشعوب وبعض، لانه افريقيا في الشمال في الجنوب وفي الجزء الصحارى، وفي صعب انه يبقى في تبادل او ان احنا نوصل لبعض نتواصل مع بعض، مش ان احنا نتواصل ثقافه، لا ان احنا نزور بعض، يعني طرق صعبه. شايفه انه مصر فيها كرم وكرم، الناس يعني عندها حسن استقبال للضيوف زي بلدها بالظبط، بتقول هي كمان نفس بلدها نفس الحاجة، عندهم كرم شديد قوي، بيحبوا الناس، بيحبوا يستقبلوا الناس بشكل كبير. بتشوف ان في بعض العراقيل اللي ممكن تكون بتقسم ما بيننا، ولكن كلنا لازم ان احنا نتغلب عليها، منها مثلا اللغة، طريقة التواصل، بعض الاحيان لون الجلد، لون البشرة، وفي الاول وفي الاخر احنا كلنا بنشرب من نهر نيل واحد، وده بيجمعنا كلنا مع بعض، فده لازم يخلينا ان احنا كلنا نتعايش او نتجانس او نتفاهم مع بعض. طب دكتور عاصم، يعني احنا طول عمرنا كان لينا الرياضه في افريقيا، وجالنا فتره من فترات نسينا افريقيا خالص او تناسيناها. دلوقتي حضرتك شايف ان احنا راجعين
لدورنا الاساسي المطلوب مننا في افريقيا في جميع المجالات. مش عايز اتكلم بس في السياسه، مش عايز اتكلم بس في الفن، مش عايز اتكلم بس في الرياضه، مش عايز اتكلم بس في السياحه، في الاقتصاد، في الكلام ده كله. بالمجمل كده شايف ان احنا ابتدينا نمشي على الرايت تراك؟ اي هوب سو، انا اتمنى يعني، بس ولامس ده في بعض المجالات واتمنى انها تعمم. يعني وزاره التعليم العالي يعني طبعا لامس ده من الازهر، لان زي ما احنا عارفين. وبعدين احنا برضو مش عايزين يبقى الفكره الثابته ان احنا الديموني، احنا المسيطرين، واحنا زي الحلم الافريقي اللي عمله الرئيس عبد الناصر، ان هو كان عايز افريقيا تبقى في قلب كل مصر، عايز مصر تبقى في قلب كل افريقيا. وبدا خد شوط طويل جدا من الرئيس عبد الناصر، وبعد كده تناسينا افريقيا زي ما حضرتك قلت تماما. لم ننتبه الى افريقيا الا عندما جاءت المشكله الخاصه بسببها. يمكن ده كان يعني ايه ناقوس كده بيدق، ان احنا محتاجين، احنا مش محتاجينهم بس عشان خاطر ميه النيل، احنا محتاجين نتعرف عليهم ونتواصل ويعني نتكاتف كلنا طبعا. يبقى في تكامل بيننا وبينهم، ما يبقاش في منفعه بس من ناحيتي او من ناحيه العالم كله. افريقيا دي، واذا كان مثلا الاستعمار فتره من الفترات قدر بذكاء شديد جدا انه يفرق، ما احنا برضو لازم افريقيا دي بتاعتنا. يعني كل من دخل لافريقيا وعمل اتفاقيات تجاريه، وكل من خد مننا، عندك الصين وعندك اسرائيل وعندك امريكا وعندك قطر وعندك دول وتركيا، احنا فيها يعني هم مستثمرين هناك في كل شيء، مستثمرين في الثقافه، مستثمرين في الاقتصاد، مستثمرين في الـ في في الـ في, الـ في, في العقول كمان، في العقول بالظبط. فاحنا محتاجين نكون قريبين اكتر، وعشان كده جت فكره المؤتمر. يعني انا يعني كنت حاسس كمان ان هي تتكلم عن المؤتمر، هي استفادت قد ايه من المؤتمر ده، هيبقى شيء مهم جدا جدا. Just the last question, because we don't have time, much time. Tell us, what did you get from the conference? Okay. What's your impression about it? Okay. One thing is that I am grateful that this conference happened. And the reason for that is because I think our generation bears a wonderful burden. A burden may not always be a good thing, but I think in this case it is a good thing, that we bear a burden of connecting Africa together. I loved the theme of the conference, that Africa is in the heart of Egypt, but it is also true vice versa, that Egypt is in the heart of Africa, that you cannot separate Egypt from Africa, and you cannot separate Africa from Egypt. I think for me what I learned is the desire from both, from like for example the participants in the sub-Saharan Africa as well as the participants from Egypt, that there's a need to connect beyond just learning about one another, to actually find ways of physically be in each other's country, to find ways of connecting artistically. I think art is uniquely placed in the sense that it makes change possible. Yeah. That art is uniquely placed in that it makes people change perceptions. And I think as artists, we really have a wonderful burden to be able to say, you know what, let us look at ourselves not as individual countries, but as a continent that is so blessed with so many resources and so many wonderful people, that we can truly, truly change the world and change our circumstances. We have so many resources that we should not be always be referred to as the backward continent, or as a continent that has suffered so many tragedies that we cannot pick ourselves up. And I think we are also, in terms of the conference, one thing that I was thinking about is we have the responsibility to tell our own stories. I think for the longest time, other forms of media, the Western media, tells the story the way it sees it. Yeah. But in most cases, it is a one-sided story. Yeah. And we have the responsibility as media people, as artists, even from the conference, to tell our own story like the way we know it, and to change the stories that have not been good to make them good. We have that burden, and it's a wonderful burden. And to make the future too. And to make the future, absolutely, yes. That's great. سألناها طبعا دبرة عن المؤتمر، قالت يعني انا هتكلم باختصار شديد عن اللي هي قالته، قالت ان هي كانت يعني سعيدة جدا بالمؤتمر، لانه هي من خلال المؤتمر قدرت ان هي تشارك وتكون موجودة، ان الفن بيلعب دور مهم جدا في تغيير اشياء كثيرة قوي. التواصل مهم جدا، التواصل ان المؤتمر مش بس ان افريقيا في قلب
بيحب مصر، لكن كمان مصر في قلب افريقيا، يعني كمان كل افريقي بيهتم وبيحب مصر، ومصر جزء لا يتجزأ من القارة الافريقية. لازم ان احنا يعني كفنانين هم عندهم عبء ومسؤولية، بعض الاحيان بتبقى صعبة ولكنها مسؤولية حلوة، وهي تغيير الرؤية والفكر ومسؤولية ان هم يقولوا القصص بتاعتهم برؤيتهم هم بحقيقتها، لان الاعلام الغربي في بعض الاحيان بيقدم يعني ورقه واحده بس من الستوري او القصه بشكل واحد، وبتبقى في معظم الاحيان خاطئه. فمن حق الفنانين الافارقه، من حق الافارقه ان هم يقولوا رؤيتهم ووجهه نظرهم اللي بتعبر عن نفسهم. طبعا دي نقطه مهمه جدا، وفي نفس الوقت الفن بيقرب ما بين الجميع، الفن بيخلي فيه قدره على التغيير، بيأثر ويؤثر لغه الشعوب. قالت ايه في كمان؟ قالت ما نفكرش كل بلد لوحدها، احنا نفكر ان احنا قاره واحده، قاره افريقيا بلد كبيره خالص، ما يعني يمكن القاره بتاعتنا حصل فيها مشاكل كتير الفتره اللي فاتت، لكن هنتمنى ان احنا نبني مع بعض ونتواصل اكتر ونعمل المستقبل زي ما قلنا. هي قالت حاجه مهمه جدا جدا، ان هو الجيل الجديد يعني الجيل الجديد لازم يتلافى اخطاء الجيل القديم ثقافيا وفنيا. احنا كجيل عايزين نصنع مستقبل ثقافي وفني خاص بنا ان شاء الله. Deborah, we're very keen to have you here. We're very pleased to have you with us in the program, even in Egypt. We're looking forward to seeing you again in Egypt, inshallah. We wish that we could have a chance to visit you in Uganda. Please come. Let's seriously come. Yeah, inshallah. Why not? Inshallah, why not? Yeah. Thank you very much. Hope you can do it one day. Yes, absolutely. شكراً لحضرتك. دكتور عاصم نورتنا، شكراً جزيلاً لحضرتك. هنطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونطلع تاني عشان نستكمل 10